كان الحقيقة يعني ده موضوع آخر، يعني كان الفنان يوسف فوزي اللي ليه كل احترام وأنا الحقيقة من المحبي، كان قال حاجة مؤلمة جدا عن معاناته من المرض الشلل الرعاش، وتقريبا ان هو يعني بيقول تقريبا عنده زهايمر او بينسى كتير يعني. فبيقول انا نفسي ان انا يعني هو بيحب جدا وبيعشق صلاة الفجر، بيحب جدا ان هو يفتكر الآيات، لكن يعني يعني بينسى لما بيجي يقف يصلي. خليني الأول أرحب بيه وأكلمه وحضرتك تقول لنا إيه رأيك في هذا الموضوع، لأني نفسي أن أنا أريحه. أنا برحب بالفنان الكبير القدير الأستاذ يوسف فوزي، أهلا بيك وبنحبك جدا جدا جدا. الله يكرمك يا دكتور، الله يكرمك، أنا كمان بحبه جدا. وحشتنا طلتك على الشاشة يا أستاذ. يا سلام حبيبتي، انت جميله جدا، الله يخليك. قول لي طمنا على صحتك. والله نحمد الله ونشكر فضله، الحمد لله رب العالمين. وفي ايام وايام، في ساعات وساعات يعني. امبارح لما مع النهال طايل كان كنت في حاله وحشه جدا. بعد كده بيروح الحمد لله يعني. الحاله الوحشه جدا دي اللي هي بتوصل، اللي هي بتبقى بتنسى فيها النسيان، مش كده؟ ليه؟ الحالة الوحشة جدا اللي حضرتك بتقول عليها دي، اللي حضرتك بتنسى فيها. ايوه. طيب. عن حاجة زي سورة المعوذتين او المعوذات. اي سورة صغيرة القصارى، الصور يعني، الصور الصغيرة يعني. يعني زي توت. مخي راح حتة تانية، نسيت. طيب يعني حضرتك عرضت نفسك على طبيب، عرفت ايه اللي عندك، ولا حضرتك يعني بس مكتفي بانك انت عارف انك انت بيجيلك في بعض اللحظات والاوقات هذا يعني النسيان يعني؟ لا لا لا، ده انا عارف ان انا عندي شلل رعاش من 10 سنين. شفاك الله وعافاك استاذ يوسف. احنا معانا، انا قررت ان انا ادخل معانا يعني الشيخ ابراهيم رضا عشان ممكن انه يقول لك على حل يعني يرضي ضميرك وحبك لصلاة الفجر وحبك لقراءة القرآن وشكوتك منك انت يعني بيجيلك لحظات واوقات لا تستطيع انك انت تصلي صلاة الفجر لانك بتنسى الكلمات القرآنية. الشيخ إبراهيم إيه رأيك في هذه الحالة؟ هل مثلا يرفع عنه القلم في هذا؟ هل ممكن يقرأ من المصحف؟ هل يعني الرأي طبعا ليك والأهل الدين. طيب خليني الأول أحيي فناننا القديم ومحبينه، وهو من اللي تربينا على أعمالهم الراقية، وبحيي فيه حرصه رغم ابتلاءه ومرضه على المداومة على الصلاة. وخليني بأنه يعني أصبح شيخ رضا، معلش أنا بعتذر لك بس من الواضح حضرتك اتحركت من مكانك فالكلام بيقطع والشبكة مش حلوة في الحتة اللي حضرتك انتقلت فيها، فممكن حضرتك ترجع لمكانك الأولاني علشان الكلام ده مهم جدا للأستاذ يوسف ويهمني جدا إن هو يسمعه. سامعاني كده كويس يا أستاذة؟ كده كويس، معلش من الأول تاني عشان أستاذ يوسف يسمع. أستاذ يوسف معانا حضرتك؟ أيوة ستي. اتفضل. أنا بحيي فناننا المحترم الأستاذ يوسف فوزي وبقول له أنت أحد صناع الوجدان المصري، الفن الراقي الهادف اللي تربينا كلنا كمصريين او في العالم العربي والاسلامي عليه، وبحييه على صبره على مرضه، وببشره بان سيدنا النبي لم يبشر من ابتلي ببعض الاوجاع يترتب عليها القدره على التذكر، بان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن امتي الخطا والنسيان. فحتى ده لو مش بينسى الايات، ده لو بينسى الصلاه ذاتها ليس عليه شيء، بل هو اصبح ضيف
على الله سبحانه وتعالى في أرضه، وعليه أن لا يحزن، وعليه أن يدرك أنه سيمنح أعلى أجر لهذه العبادة. الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من بشر بهذا، وصبره على بلائه أنا ببشره بأن سيدنا النبي يبشر يوم القيامة أن ربنا بينادي على من ابتلي بمرض زي المرض الرعاش أو بدايات زهايمر أو غيرها، أن الله ينادي على الأستاذ يوسف وعلى إخوانه وعلى كل من أنعم الله عليهم. وأنا أقول أنعم الله عليهم بالابتلاءات، لأن الابتلاء ليس إرادة شر بل هو إرادة خير لرفع الدرجة. ولذلك ربنا يقول وعزتي وجلالي ما ابتلوتكم يا أهل البلاء لهوانكم علي، ولكن ابتلوتكم لأرفع درجتكم عندي. الله سمع يا أستاذ يوسف الحلاوة والجمال، حاجة بلسم بلسم الله يعني. طب ممكن شيخ إبراهيم يعني على الأقل على الأقل لو حب خلاص هو كده عرف انه ليس عليه حساب وبالعكس هو في درجة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، هل ممكن انه يستعين بالمصحف لما يجي يصلي الفجر ويقرأ الآيات من المصحف؟ ما فيش مشكلة انه يضع المصحف امامه بدون انه هو يستخدمه. يعني انا ممكن احط المصحف على الستاند ده اللي هو بنقيم بالليل الثابت عادي ما فيش مشكلة. البعض هيجي يقولك لا صلاة الفريضة، لا الامر ليس على اطلاقه، فهو لو عايز ينعم بانه هو يقرأ الايات. طب لو مش قادر يصلي وهو واقف ممكن يصلي وهو قاعد ويحط برضو الستاند قدامه لانه بيطول وبيقصر. له ان يصلي جالسا وله ان يصلي نائما، يعني حتى ممكن بعينيه يومئ ايماء، يعني بيفتح الجفن فدي على هيئة الوقوف، نص قفلة الجفن على هيئة الركوع، شبه التغميضة كده بتبقى على هيئة السجود، والصلاة مع الإنسان في كل حالة. وأنا ببشره بالرضا من ربنا ليه؟ لأنه إصراره على أن يتم صلاته هذه من علامات الجنة، لأن ربنا لما عاب على غير الملتزمين ما سلككم في سقر كانت الإجابة قالوا لم نكن من المصلين. فتخيل النهاردة برغم مرضه وبرغم يعني ابتلاؤه إلا أن سؤاله البديهي اللي بيكلمنا بيه وبيذكرنا فيه بالله سبحانه وتعالى أعمل إيه يا جماعة تعدوني علشان أقدر أقرأ القراءة الصحيحة، فزادك الله عز وجل قبولا وثباتا وعملا صالحا وجعلك من أهل الصلاة ومن أهل الزكاة ومن أهل الصيام. و سيدنا النبي يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، أسأل الله تعالى لك أن تكون منهم وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمة الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الله يفتح عليك يا شيخ إبراهيم، وبشكرك جدا شيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف وفناننا الجميل الأستاذ يوسف، أرجو أن احنا نكون يعني أفدناك بهذه المداخلة. كتر خيرك والله كتر خيرك، يعني في أهمية رب روح. طيب أنا عايز أسألك سؤال، هل في تواصل بينك وبين النقابة يا أستاذ يوسف؟ لا أنا مش محتاج للنقابة في حاجة الحمد لله. لا مش علشان يصرفوا عليك، لا علشان يسألوا عنك وانت تحس ان في حد بيسأل عليك. لا في من الزملاء من النقابة يعني ايه الوضع؟ الحمد لله من ناحية دي ما شريف سام انا بيجيلي في التليفونات طول الوقت. طيب الحمد لله وربنا يسعدك ويشفيك ويكرمك وتكون في العليين يا رب ان شاء الله، وجمهورك كله بيحبك وكلنا بنحبك. الله يبارك فيك وانا بحبكم كلكم يا رب. شكرا معاكم جميعا يا رب. شكرا للاستاذ يوسف فوزي، ونتمنى لك الشفاء ونتمنى لك الرضا من الله سبحانه وتعالى.